ايه ماما؟ لا انا عند نجلاء صاحبتي في الفيلا وما سمعتش التليفون، كان في الشنطه، الظاهر النتورك كانت واقعه. انت كنت فين يا ابني؟ انا عماله ادور عليك بقالي كتير جدا. تكون كنت فين يعني؟ كنت بلعب. علاء معاك يا مروه؟ مش كنت تقولي يا ماما؟ صدقيني هو اللي طلع يجري ورايا في الشارع. كنت اعمل ايه يعني؟ كنت اسيبه؟ قعد يزن وقال لي خديني معاكي خديني معاكي. يا ماما دي غلطته يا ماما، مش غلطتي، هو اللي كان لازم يستاذنكم مش انا اللي اقول لكم. خلاص يا ماما خلاص انا جايه اهو، يلا سلام. ينفع اللي انت عملته ده؟ ما كنتش قادر يعني تطلع تقول لهم انك جاي معايا؟ البيت كله مقلوب عليك. اتفضل. لقيتوه مع مروه؟ الحمد لله. طيب طيب انا جاي دلوقتي حالا، يلا مع السلامه. انا ركبي ثابت وبتخبط في بعضها. طيب انا هروح بقى، مش هستناكم، هروح اطمن عليه يعني. اذنكم يا جماعه. اتفضل يا ابني. غريبة. طب ليه ما قالكش يا حبيبي؟ مش مهم، المهم ان هو بخير. الحمد لله الحمد لله والشكر ليك يا رب. شفت بقى يا استاذ وفي، انك كنت غلطان في الكلام اللي قلته لنا وطريقه كلامك معانا. معلش يا جماعه انا اسف، اعذروني. اعذرينك يا ابني، الحمد لله، ده انا كنت هقع من طولي. الله يكون في عونك يا ابني. من فضلك يا استاذ وفيق تخلي بالكم من علاء، الولد ما يعرفش حد هنا غيرنا، وما اعتقدش اصلا انه يعرف يوصل لنا، فلو تاه لا قدر الله مش عارفين اذا كان هيرجع ولا. يا اكرام يا اكرام، ده برضه مهما كان ابوه بتوصي عليه ولا ايه؟ احنا بس بنترجاك يا استاذ وفيق انك تسمح انه يحصل تواصل بيننا وبين علاء، يعني لازم يزورنا ونطمن عليه. في عمره ما انا اوعدكم. طب علشان خاطر ما تحرمناش منه، ده ابن الغالية. حاضر يا حاج. يلا يا رفيق. السلام عليكم. سلام. مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. مع السلامة يا ابن. اقسم بالله يا مربت انا ما قصدت المعنى اللي وصل لي ده. انا برضه كنت في ظرفي وفي حاله مش طبيعيه، وانت المفروض تعذريني. لا بقى، هفضل اسامح واعذر لحد امتى؟ كفايه حرام عليك يا مربت. اسمعيني من فضلك. مش هسمع حد. من فضلك تاخد ابنك وتمشي من هنا فورا. انا بعد كده مش عايزك تخرج من البيت من غير ما نكون عارفين، انت فاهم ولا لا؟ ما هي مروه عارفه. مش كفايه يا مروه؟ لا لا مش كفايه. يا سلام، هو ايه اللي مش كفايه؟ هو مش انا اخته الكبيره وكمان مسؤوله عنه؟ بابا علاء اهو. كنت فين؟ انت ازاي تخرج من غير ما تقول؟ ها؟ انت عارف لو عملت كده تاني انا هموتك بالضرب، مفهوم؟ يا بابا بالراحة على الولد شوية، هو اعتمد انه كان مع مروة. معلش يا بابا، هي فعلا غلطتي انا، بس هو لما نزل ورايا وقعد يزن وشبط فيا انا كنت فاكرة ان هو قايل لحد فوق ان هو نازل، ما كنتش عارف ان هو ما استأذنش. خش يا احمد جهز شنطته، يلا حط هدومه يلا بسرعة. ايه؟ يا بابا شنطته ايه؟ هيروح فين يا احمد؟ هنروح لماما يا بابا. ادخل اعمل اللي بقولك عليه ومالكش دعوة، نتكلم بعدين يلا. حاضر. اتفضل. هو في ايه بس يا بابا الكل ده؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة، هاخد علاء ونمشي عشان ماما أعصابها تعبانة شوية عاوزة ترتاح. حارة ما تقلق ازاي؟ يا علاء! علاء! بابا ثواني جايين اهو. يلا يا أحمد بسرعة. بص هو انا حضرتك شنطة علاء، بس اللي حضرتك بتعمله ده ما يصحش، ما ينفعش تسيب بيتك.
طيب بعد اذنك هو بس استناني ثواني انا هخش اتكلم مع ماما. يلا 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 هات الشنطه يلا يلا. مين؟ ماما أنا عارف إنك متضايقة من اللي حصل وليكي كل الحق في أي رد فعل تعمليه، لكن بصراحة ماما ما ينفعش تطرد ابويا واخويا من بيتهم. انا مش مصدق ان انت عملت كده. طبعا عشان انا ما عودتكوش على كده، عودتكوا ان انا اضغط على نفسي واخد فوق دماغي واسكت. انا عمري ما تخيلت لنفسي ان انا اتحط في موقف زي ده. يا ماما بابا حلف ان ما كانش يقصد اللي وصل لك. اه بعد ما هدي وراجع نفسه لابنه، وانت شاهد على كده، صح ولا غلط؟ صح يا ماما، بس مهما كان اللي حصل مش أمي أنا اللي تعمل كده. انتوا ليه معتبريني ملاك؟ ليه معتبريني ملاك نازل من السما أطبطب وأقول حاضر للرايح واللي جاي وماليش حق إن أنا أعمل أي حاجة؟ أنا بشر يا أحمد، أنا بشر مش قادر أستحمل، مش قادر أستحمل. علي علي بسم الله. اتفضل علي حط الشنطه هنا يا درويش. حاضر يا بيه. ابنك دي يا سعاده البيه؟ اه ان شاء الله. اللهم صل على حضرة الله يا رب خلي وبارك. ده انا اول مره اشوف الا يا سعاده البيه الحاجات اللي في الشنطه دي احطها في حته ولا ارصها في مكان؟ والله ما انا عارف يا درويش الهدوم اللي في الشنطه دي انا ارصها فين. هدوم؟ اه ما هو اصلا ابو علاء ابني هننام هنا يومين ثلاثة كده. وهتقعدوا هنا ازاي سعادة البيه وهتناموا على ايه؟ صحيح يا بابا، هو احنا هننام على ايه؟ لا مفيش مشكلة يا حبيبي هنتصرف هنتصرف. تصرف ازاي بس يا سعادة البيه؟ على العموم انا عندي حل. الست والعيال سافروا البلد اديلهم كام يوم، وقدامك بقى وعليك خير 12 يوم على بال ما ييجوا. انا هنزل اجيب السرير بتاعهم وانصبه هنا اهوت بفرشيته وتناموا وترتاحوا 24 قراءه. لا 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 سرير ايه وبتاعي بس يا درويش؟ ما تشغلش بالك انا هتصرف. تتصرف ازاي بس يا سعاده البيه؟ اقول لك انا هجيب لحضرتك المرتبه وعليها فرش جديد لانك وافرشه لكم، او تحطوا جنبكم على حاجه حنينه بدل الارض الناشفه دي. كتر خيرك متشكرين. ماشي ماشي يا درويش. متشكرين بس على ايه يا سعاده البيه؟ ما يجيش من بعد خيرك. بعد اذنك اجيب المرتبه. اخيرا لقينا نوم يا بطل. صباح الخير يا حبيبتي. بإيديك يا درويش. يلا يلا اقعد عشان تقعد تفطر معانا. سبقتك يا سعاده البيه، ده انا بفطر من نجمه. من نجمه؟ يبقى زمانك جعان. اه يمين بالله لسه شبعان والحمد لله. انا هروح بقى اعمل لكم الشاي وهحط للباشا الصغير لبن على الشاي. وعملت حساب الباشا كمان في الحليب؟ هي دي تفوتني برضو يا سعاده البيه، بعد اذنكم اعمل لكم الشاي. شكري يا درويش، اتفضل. يلا يلا يا مولانا يلا. بابا ايه؟ واحنا هنروح امتى؟ انا جاي المكتب هنا عشان عندي شويه شغل كتير قوي اخلصهم يومين ثلاثه كده، بس قلت اجيبك معايا عشان ابقى مطمن عليك. هتخلص الشغل النهارده؟ النهارده؟ مش عارف ربنا يسهل. والنبي يا بابا خلص النهارده عشان نروح لطنط مرفت
واحمد ومروه. انا عارف ان انا عذبتك معايا علاء، معلش. يلا يلا كل. انا اسف وفاء اني خليتك تسيبي شغلك وتجيني. يعني في ايه يا ابي، حصل حاجه؟ لا لا مفيش حاجه حصلت. انا بس كنت عايز اسالك عن حاجه يعني بخصوص فايزه، وبعدين بصراحه عايز اعرفها منك قبل ما فايزه تيجي تستلم ورديتها. قلقتني يا ابي. يا ستي مفيش قلق ولا حاجه، الاول بس نقعد نشرب حاجه وبعدين ابقى اقول لك على الحاجه دي. اتفضلي. يا ست تشربي ايه؟ مش عايزه اشرب حاجه، قول بقى. هقول يا وفاء بس ارجوك يعني جاوبيني بكل صراحه، هي فايزه لسه متعلقه بوفيق؟ بصراحه يا ابي هي مش بتجيب سيرته خالص، كل اللي شاغل تفكيرها على اعمل ايه، عايش ازاي، ولما بتيجي سيره ابي وفيق بتبقى هتتجنن، متغاظه جدا لانه خد منها علاء. بس انت بتسال ليه؟ بصراحه وفاء انا من زمان قوي يعني جوايا مشاعر ناحيه فايزه من قبل جوازتها الاولانيه، بس في الحقيقه يعني انا ما كنتش لسه وقفت على رجليا، وبعدين كنت عايش معاكم في بيت عمي، وخفت اتكلم في الموضوع ده يعني يتقال اني طمعان فيها. ياه انا عمري ما حسيت انك بتحب فايزه. ما هي اتجوزت بقى، وبعدين لما اتطلقت كنت انا اتجوزت، وبعدين ما كانش ينفع. صحيح انا ما كنتش لسه خلفت من مرات اللي اتجوزتها، بس يعني ما كانش يبقى من المعقول ان انا ارميها عشان خاطر اتجوز فايزه. وهي بعد كده بقى حبت وفيق واتجوزته وخلفه، وانا خلفته، والحياه مشيت بشكل طبيعي. واعتقد يا وفاء ان انا قمت مع فايزه بدوري كاخ على اكمل وجه. طب ودلوقتي يا ابي؟ دلوقتي يعني الظروف اختلفت، يعني فايزه مستنيه العده بتاعتها تخلص وانا وحيد. وبعدين بصي يا وفاء انا يعني عايزك تتكلمي معاها في الموضوع ده من بعيد، يعني من غير تفاصيل، يعني ما تقولهاش اي تفاصيل، لان طبعا انت عارفه حرام ان احنا نتكلم في الموضوع ده شرعا وهي لسه في العده بتاعتها. انا بس عايزك تجيسي نبضها كده وتعرفي منها ايه رايها في فكره الجواز من تاني. جواز تاني؟ تاني. انت ناويه تترهبيني بقى ولا ايه؟ اترهب من ايه بس يا فؤاد؟ اولا انا مش صغيره، ثانيا انا جربت حظي مرتين وخلاص، ثالثا وده الاهم انا عندي احلى ولد وبنت في الدنيا، يبقى افكر في الجواز ليه بقى؟ يعني علاء وعبير هما اللي هيحشوك عن الجواز؟ وبعدين بقى موضوع جربت حظك ده مش صح، الانسان بيفضل طول عمره يتعلم التجارب اللي عاشها. انت ايه حكايتك؟ شايفالي عريس ولا ايه؟ لا عريس ايه، بس انا شايفه ان ده وضع طبيعي، وخلي بالك انت عدتك قربت تخلص ولازم بقى تشوف حياتك. بص يا وفاء، انا يوم ما اتجوزت وفيق كنت حاسه ان انا لوحدي ومحتاجه لحد يملى عليا دنيتي، لكن بعد ما خلفت خلاص ولادي ملوا عليا كل حياتي، ابقى عبيطه لو فكرت في الجواز تاني، بلا جواز بلا وجع جمال. الكباب وصل. الله ده انا بحب الكباب قوي. اديني جبته لك يا معلم. تسمحي ان انا ادخل؟ لا طبعا اتفضلي، بس انت دخلت فعلا يعني. ايه ده؟ انتوا هتتغدوا ولا ايه؟ هنتغدى ان شاء الله، اتفضلي اتغدي معانا. لا متشكرين قوي، انا بقول نطلع كلنا هنا بلا على البيت كده ونتغدى مع بعض سوا. لا احنا هنتغدى هنا، لو عايز تتغدى معانا اهلا وسهلا. بقول لك ايه علاء، ما تيجي يا حبيبي ناكل الاكل ده بره انا وانت، ونشيل مناب بابا على جنب. ماشي يلا بينا. عن اذنكم. ها طيب.
يلا يا وفيق نطلع البيت، وانا اسفة على حصل مني. ما تعملهاش مشكلة كبيرة. مش مشكلة ولا حاجة، انا محتاج فعلا اقعد في المكتب لكام يوم عشان عندي شغل كتير اوي. خلاص هاخد علاء ونطلع البيت، ولما تخلص شغلك يبقى تعالى. لا خلي علاء، انا محتاجه معايا. محتاجه في ايه بقى ان شاء الله؟ تنيمه على المرتبة دي ولا تقعده في مكتب مش مجهز ليه؟ تقدر تقولي مين اللي بيعمل الاكل للولاد؟ ست ما تشغليش بالك، وانا جبته بمزاجي، احنا نتصرف. من فضلك يا وفي، قلت لك انا اسفه قبل كده، ما تعملهاش مشكله وارجع البيت. يا حبيبي الحمد لله على السلامه، البيت نور والله. بس يا بكاشة، كنت سألت عليا. انا اخس عليا، ده انا خلاص انا كنت لابسه ونازله، لقيت احمد بيقول لي لا ده بابا جاي. بطلي دوشه بقى، روحي قولي لام عمرو تحضر الحمام الكبير لبابا والحمام الصغير لاخوكي علاء. حاضر يا فندم. حاضر. يلا حبيبي انت كمان خش خد حمامك الدافي وريح لك شويه. شكرا. وانا بقى اخش انام لحسن نوم، الارض كسر لي ظهري. يا سلام، خش يا معلم نام يا معلم. يلا. ليه يا سهير مش جايه؟ ليه يا حبيبتي؟ يا حبيبتي ده انا مستنيك على النار عشان تيجي. ايه؟ لا لا لا، طب خلاص خلاص تعالي وانا هرجع اقعد معاكي زي الاول. اه والله يعني ايه ازاي؟ خلاص انا هخلص الترم ده وهاخد بريك عشان نرجع نقعد مع بعض زي الاول. والله يا سهير انا محتاجك، انا محتاج ان انا اقعد معاكي، محتاج لك يا سهير. يا ست مش حكاية فلوس خالص. ايه؟ هو اه يعني هي الفلوس قربت تخلص، بس مش هي دي المشكلة خالص. يا زهير عشان خاطر اسمعيني بقى. ما هو ما ينفعش تتبقي بعيد كده ونقعد. يا زهير لازم تسمعيني بالراحة بس. لا مش هقفل، مش هقفل. أنا جايب كارت ولسه في كريدت. ممكن تسمعيني؟ احنا مش ألو؟ خلصي بقى احنا اتأخرنا. حاضر يا متصربعة، كنت بكلم النوخة. لما نشوف اللي انت بتقولي عليه يستاهل ولا هيطلع مقلب. هتشوفي طول بعرض ما شاء الله على الله بتنكرك جميل. جميل يا بت، ده هو اللي يبوس ايده وشه وظهر عشان هيتعرف على القمر. يلا يلا هما بيرنوا. يلا يا اختي. اهلا اهلا يا شهناز هانم، المكتب نور النهارده يا فندم. اتفضلي اتفضلي. ميرسي يا استاذ طارق، انا قلت اجي بقى بنفسي اتابع ورقي. واضح ان انت ومروان مكبرين دماغكم على الاخر ومفيش اي خطوات ايجابيه. ازاي بس يا هانم؟ ده انا متابع كل الاجراءات بنفسي، ايام بسيطه بس وكل حاجه هتبقى جاهزه. كويس قوي. وايه بقى اخر اخبار القضيه اللي رفعها ميرفت اخته؟ اخر تطورتها ايه؟ طمني يا مدام، لا حطوا ابيض ولا اسود، انا بس عايزه تتسلى شويه في المحاكم. احنا موقفنا القانوني سليم 100%. هايل. في الحقيقه اصل مروان مش فاضي خالص اليومين دول، وانا مش عارفه اتكلم معاه في اي حاجه خالص، مشغول قوي بحكايه المنتجع السياحي اللي صحيح هو مربح قوي كده، اصله حاطط مبلغ كبير قوي فيه. يا مدام، ده اللي مروان بيه حاطه في المشروع ما يجيش واحد على مليون من اللي الناس حاطينه. المشروع ده مربح 100%. ريحتني. ايش بيك يا امجد؟ راح تقول لابوك يودع لك الفلوس في بنك في مصر؟ غالبا كده. انت تمزح يا امجد؟ ليه بقى ان شاء الله؟ يا اخي ما ادري ليش اقول لك. ربنا اعطاك فرصة زينة ومنيحة انك ترفع راسك قدام زوجتك ويكون معك مصاري مثل مصاريها، تقوم تخلي مصاريك في مصر وتفضل هون تحت رحمة مصاري زوجتك. يا ابني يا ابني افهمني، ابوس ايديك. انا عايز اشوف الاول، لو سهير جاية يبقى خير وبركة، لكن لو مش جاية يبقى لتاني مرة هرجع مصر فاشل ومتنيل على عين اهلي وماليش سند غير المبلغ ده. يا اخي والله ما ادري ايش هذا الخرف. يا اخي روح للعمل، داوم على العمل، هات مصاري. بوك يبعت لك مصاريف الدراسة وانت هات مصاريفك الشخصية. يا عم يا عم الشغل هنا هلاك. وين ما كنت تتعب في هالسن، امتى راح تتعب؟ ايه يا عبد الله خلاص بقى، ابوس ايدك انا فعلا مكفيني، كفاية بقى ما تضغطش عليا. وانت ايه
كل ما تشوفني تديني درس في الاخلاق. يا اخي يا امجد، انا صديقك والنصيحه حق عليا، والله هالكلام ما يخرج الا من مخابيل. افهمني زين يا امجد، لازم أن ترفع راسك قدام زوجتك والا راح تضيع. انا خلصت كلامي وما ادري ايش راح بتسوي. سلام. نقعد سنة نقطع في التفاحة. أنا عارف. خلاص بقى. طيب. بس الكل. إيه ده هناكله كده؟ ممكن أنت تأكلهولي ولا حاجة؟ فين ده فظيع. بس بس بص يعني بس. بس بس يعني بس. بالنسبة للشاي ده إيه؟ كده. آكل عشان أجري وراه؟ شاي مع التفاح فظيع. فظيع فظيع. يلا افتح بقك. هو كله موز موز مفيش بوز؟ طيب افتح بقك. طيب انا بقى اللي هاكلك. الاكل الاكل كده. بصي اهو قربي كده. هات 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 بقى. هات. الله هات. بص وقعت الموز علينا. واحده تانية بسرعه. بصي بقى ديت. بطل بقى بطل. عايز تاكل؟ اهلا يا اهلا. ازيك يا مروان بيه؟ ايوه اقعد اقعد. الله يحفظك. مش ايه ايه مروان بيه دي؟ ده انا خالك وحماك. والله العتب مش عليا بقى في الموضوع ده. انا لسه حاسس دلوقتي بحكايه حمايه دي، انما حكايه خالي دي فمحتاجه مواقف منك علشان احسها يعني وتخش جوايا. قول لي انت ممكن. الله ليه كده حماده ليه؟ الله انا فعلا اللي بيني وبين اختي ده موضوع يطول شرحه. لكن احنا رحنا ولا جينا، نزلنا ولا طلعنا، ان شاء الله كله هيتصافى. بس ما اظنش ان كله هيتصافى الا لما الحق يرجع لاصحابه. شوف يا احمد يا ابني، مساله الحقوق دي كل واحد فينا شايف انه على حق، وبعدين هذه القانون شغال بينا الى ان يثبت العكس. بس يا بابي انا بجد نفسي يعني حضرتك وطنط ميرفت تتصرف، يعني بجد هبقى مبسوطه قوي. وانا كمان نفسي هبقى مبسوط اكتر مني كمان. بس ازاي؟ يا سيدي بلاش تتعامل معايا على اني خالك علشان الاوراق ما تختلطش ببعضها، تعامل معايا كاني حماك. مش انت مفروض فنان يعني؟ وانا برضه هتعامل معاك على انك جوز بنتي. انا مش فنان الحقيقه. انا كان نفسي يبقى عندي ولد، ونفسي اللي يتجوز بنتي يبقى هو ابني. شو يا بابي؟ ما هو يعني احمد برضه ابن حضرتك يعني. بصرف النظر طبعا عن ان انا في البدايه كنت معترض على حكايه ارتباطك بماهي بنتي، لكن الحقيقه انا دلوقتي مبسوط جدا، حاسس ان انت فعلا زي ابني بالظبط، وزي ما بيقولوا عمر الدم ما يبقى ميه. ماني حبيبي وحشتني قوي. مش جاي بقى؟ طيب يلا ما تتأخرش. أنا عايزك تطمن خالص على فكرة، أنا قعدت مع مهندس ديكور وجاب لي ديزاينز، اخترت منها الحاجات اللي هينفذها لنا في الفيلا، وإن شاء الله هيبدأ شغل قريب قوي. تعال أنت بس بقى بسرعة وما تتأخرش عشان أنت وحشتني. طيب خد بالك من نفسك. باي يا كوكي. باي. تفتكر ممكن مروان يكون كلامه صادق؟ يعني ممكن يكون مثلا راجع نفسه وعايز يكسب احمد بجد؟ انا ما بقتش فاهم اي حاجه. لو انتوا الاثنين فاكرينه كده تبقوا طيبين وعلى نياتكم. لا انا بس بفكر بصوت عالي مش اكتر. طب بابا تفتكر الكلام اللي قالهولي ده قالهولي ليه؟ انت نسيت الموقف اللي انت دخلت له بيه ولا ايه؟ يعني هو بيقول الكلام ده وعايز يكسبني في صفه علشان ياخد الادله اللي عندي مني؟ بص
انا مش عايزك تكون سيء الظن، بس هو بجد تاريخ مروان كده طول عمره، عمره ما كان لا ودود ولا لطيف معانا. بصراحة مروان انا مش ممكن اثق فيه مهما عمل. عندك حق يا ماما، انا اللي يظهر حب ما يتابع مني عن حاجات كتير قوي كنت شايفها كويس. على كل حال ما تقلقش، الايام اللي جايه هتبين نواياه، بس ما تنساش انه خالك، وبرضه خليك حذر ويقظ معاه. هو كرم بيه هيوصل امتى ان شاء الله؟ طيارته هتوصل الفجر ان شاء الله. يجي بالسلامه يا رب. بقولك يا عم، نعم، عايزه بس فنجان قهوه بسرعه جدا بس يبقى مظبوط. تحت امرك. ميرسي. الو، لو سمحت ممكن تبعتولي بس ملفات شركه التوريدات؟ ايوه، اللي وصل لنا من 3 ايام. شكرا. استاذه، سمعت اللي حصل يا استاذه؟ ايه اللي حصل خير؟ بيقولوا كرم بيه مات وهو بيعمل العمليه. ايه؟ مات في عمليه ازاي يعني؟ ازاي مات في عمليه؟ فين الدكتور؟ مروة، مروة ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي. في ايه؟ كل حاجة باظت يا طنط. حاجة ايه اللي باظت؟ في ايه يا مروة؟ كرم ماله؟ مات، كرم مات. مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنت لسه كنت مستمرة في علاقتك بيه؟ كان عندي أمل إن ماما وبابا يوافقوا على جوازنا، لكن كل حاجه كده باظت. انا مش عارفه هفضل عايشه في القرف اللي انا فيه ده لحد امتى بس. معلش يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، ان شاء الله ربنا يرزقك بالاحسن منه اللي حقق لك كل اللي انت عايزاه وكل امالك. كويس ان انتوا ما اتجوزتوش وبعد كده مات. انا مش عارفه طنط ايه اللي بيحصل لي ده، انا ليه كل ما بيبقى نفسي في حاجه يا ربي ما بتكملش؟ بس مروه، انتوا كان حصل بينكم حاجه؟ حاجه ايه بس يا طنط؟ ده انا ما كسبتش اي حاجه، خسرت كل حاجة، خسرت كرم وكمان هخسر معاه شغلي. شغلك؟ طب وشغلك ماله؟ انت ناسي يا زياد؟ هو زياد هيسيبني في حالي يا طنط لبنى؟ زياد، طب ربنا يستر بقى. ربنا يستر. ده مش مجرد كلام يا فايزة، وانت عارفاني كويس، اما بقول كلمة عمري ما ارجع فيها ابدا. بص يا سالم، احنا الاتنين مش صغيرين وناضجين بما فيه الكفاية، فلازم نتكلم من الأول بصراحة. وده اللي أنا عايزه منك بالظبط. أنا حاسة إن أنت بتعرض عليا موضوع الجواز عشان خاطر ولادك. لا والله يا فايزة أنا. استنى بس لو سمحت. اتفضل. من حقك تفكر في الطريقة اللي تريحك، ومن حقك برضو تفكر في الطريقة اللي تريح بيها ولادك، وخصوصا لما تكون اللي بتعرض عليها الجواز من دمك، يعني هتخاف عليك وعلى ولادك زي ما يكونوا ولادها بالظبط. يا حبيبتي الموضوع مش كده خالص. وفاء من فضلك استني شوية. بص يا سالم، أنا ممكن أشيل معاك مسؤولية ولادك وأعتبرهم فعلا زي ولادي. فايزة، فايزة أنا عايزك أنت. أنا طول عمري جوايا مشاعر كبيرة أوي ناحيتك، بس يعني ظروفنا كانت متلخبطة وكنت بكبت المشاعر دي جوايا، لأن كان لازم أقوم بدور الأخ على أكمل وجه. وده اللي أنت عملته يا أبي. يلا يا فايزة ردي بقى ما تضيعيش وقت. لا يا وفاء، لازم تاخد وقت عشان تفكر براحتها. تفكر في إيه يا أبي؟ هي لسه هتعرفك ولا هتختبرك؟ معلش يا وفاء، معلش. فايزة لازم تفكر براحتها، أنا مش عايز أحسسها انا هجوزها واحنا بنضغط عليها. اوعدك ان انا هفكر، بس ليا طلب عندك. ايه هو؟ اذا رفضت الجواز ده هيبقى عشان انا رافضه الفكره نفسها مش رافضك انت. فاهمك يا فايزة، فكره الجواز دي بعيده عن دماغي خالص، ودلوقتي كمان بالذات لان
مسؤولياتي كبرت وملوش لازمه خالص ان انا افكر في الموضوع ده، بس اوعدك افكر. وانا عندي امل كبير ان ربنا يحقق لي حلمي بيك. طيب هستأذن انا بقى. مع السلامه يا ابي. ده رقم النصر، طب شوفي مين. يا روح ماما. ايوه يا حبيبي. ايوه يا ماما، انا نجحت وكمان عبير نجحت وجبنا في المارك في كل المواد. والله الموبايل اللي انا بكلمك منه ده بتاعي، جابهولي ابي احمد هديه النجاح. النمره اللي ظهرت لك ديت نمرتي، بيكلميني عليها بقى. وحشتيني قوي يا ماما انت وعبير، نفسي اشوفكم بقى. خلاص يا حبيبي، هخلي بابا ان شاء الله يجيبك عندنا او احنا نجيلك. عبير كويسه، بس هي نزلت تشتري حاجه. انا بحبك قوي، بحبك قوي يا علاء. حاضر يا حبيبي. لا يا روحي مش بعيط، انا فرحان اني بكلمك. لا اله الا الله. عمل في روحه كده، هو اللي حط نفسه في الوضع المهين ده. تخيلي سايبه له فلوس في البيت كانه عيل صغير بياخد مصروفه. يا خساره يا امجد. يا ما قلنا لك يا ابني ما تبيعش نفسك بالرخيص، ما صدقتناش. هو دلوقتي اهو معروض في المزاد، مين يشتري؟ طب والحل؟ الحل انه يشتري نفسه وينزل، ملهاش حل تاني. خلاص يا وفي، لازم يقول له كده. انا لو قلت له مش هينزل، لازم يفضل هناك لحد ما يعض في البلاط ويعرف انه الصح انه ينزل. طب هو هيبقى هناك لوحده واحنا سايبينه هنا وهو منهار بالطريقه دي؟ ولما كنا قريبين منه عملنا له ايه؟ منها لله. لفت عقله ولخبطت دماغه. ما حطش في حساباته لا كرامته ولا رجولته ولا اي حاجه، علشان كده لفت دماغه بسهوله. سيبيه يا ميرفت، سيبيه، بكرة التجربة هتعلمه. أنا كان بلغني إن إني لازم أفضي مكتبي النهاردة علشان خاطر فيه محاسب تاني هيجي يستلم من أول بكرة. الكلام ده بجد؟ ما اظنش اللي بلغت الموضوع ده كان بيهزر معاكي. يعني ايه بقى؟ يعني فعلا في محاسب بكره هيجي يستلم مكانك. طب وانا؟ تقدر تعدي على شؤون العاملين تصفي موقفك وتاخد بيد حسابك. وجواب شكر على الفتره اللي انت اشتغلتينا فيها. يعني انت بتطردني يا زياد من الشغل؟ زياد بيه لو سمحتي. بس هعديها المره دي عشان هتبقى اخر مره تنطقي فيها اسمي على لسانك. هي دي مراعاتك لذكرى باباك مش كده؟ ما تجيبيش سيرة ابويا على لساني خالص! انت اللي موتيه! موتته ازاي انا؟ اما باباك مات في حته وانا كنت في حته تانيه خالص، موتته ازاي انا؟ احمدي ربنا ان انا ما خدتش بطاره بايدي وموتتك. انت اكيد مجنون، انت ايه انت بتقوله ده؟ ما هو لولا ان انت بلفتيه وكلت عقله وخليتيه يفكر ان هو هيتجوزك ما كانش رامي نفسه في الهلاك
وسافر عشان يعمل عمليات يرجع نفسه شباب تاني. لا على فكرة مش انا اللي موته، هو سافر علشان يجيب عفش عشان يفرشه في الفيلا اللي احنا هنقعد فيها سوا. يعني هنجيكر انت المرض الخبيث اللي دخله مش عارف من مين وموته. بصي انا مش عايز اشوفك قدامي تاني خالص، اقسم بالله لو شفتك في اي مكان انا مش عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. امشي امشي اطلعي برا برا. ما تندميش على حاجة عملتيها باختيارك، وكمان كنت مستمتعة بيها ومحدش غصبك عليها. أنا ما قلتش حاجة يا شوشو، بس أنا ندمان على مشاعري اللي حطيتها في إيد واحد ما يستاهلش. الحكاية كانت باينة من أولها يا سهير، أنا عارفة أنت كان عقلك فين. يا شوشو أنا عمري ما عشت قصة حب، قضيت حياتي كلها بدور على الفلوس، كان كل همي أجمع ثروة، وفي الآخر الثروة ما عملتليش حاجة، ما جابتليش السعادة. طبعا الثروة هي مصدر السعادة يا شوشو، عشان انتي عملية وحاطة دماغك قدامك، لكن انا رومانسية بحب الحب. كل اللي اتجوزتهم قبل امجد حبوني لكن انا ما حبيتهمش. والمرة دي بقى جت معاكي بالعكس، اتجوزتي واحد انتي بتحبيه وهو ما بيحبكيش. يعني ما تقدريش تقولي ان هو ما بيحبنيش بالظبط. سهير تحكي عليا بقى ولا على نفسك؟ ده بيتحايل عليا عشان نرجع لبعض، بيقولي مش مهم الفلوس المهم ترجعيلي. ما هو لازم يقولك كده، عايزاه يقولك ان انا رجالك عشان تصرفي عليا. طب ما هو لازم طبعا يقولك كده. انا مش عارفة اعمل ايه معايا عشان يطلقني بصراحة. انا مش عارفة عقلك راح فين، ازاي ما خليتيش العصمة في ايدك. ما كنتش متوقعة ان انا هطلب منه الطلاق في يوم، انا حبيته حبيته بجد. عموما هو لما ملاقيش فايدة منك هيطلقك، انا عارفة الصنف ده كويس قوي، يا اما يستفيد يا اما يطربق الليلة كلها على بعضها. هم عايزين الشغل ده يخلص بسرعة، لأن التقرير المحاسبي يا سيدي هيحتاجوه في جلسة المحكمة اللي هتكون أول 2011، يعني بالعربي كده ما عندكش وقت، شد حيلك. مش أنت عارف إن شغل الشركات ده متعب وما يخلصش في الوقت القصير ده؟ يا سيدي جيب أي حد يساعدك في الموضوع ده وادفع لهم اللي هم عاوزينه، الشغل كتير والحمد لله. أنا كل اللي أعرفهم وينفعوا لشغلانة زي دي في الكويت، أنا ما أعرفش حد هنا. وإحنا بقى روحنا فين؟ الله، إيه المفاجأة الهايلة دي؟ وكمان الدكتورة لبنى، يا أهلا يا أهلا. إحنا بصراحة جايين نعرض عليك بنت تشتغل عندك محاسبة قد الدنيا، أول ما عرفنا إنك محتاج لمحاسبين. أنا أسفة جدا يا أستاذ فاضل، إزاي حضرتك؟ إزيك يا دكتورة ميرفت، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. الدكتورة لبنى. أهلا وسهلا، طبعا أنا اتشرفت بمعرفتها قبل كده، بس على الله بقى هي تكون فاكراني. لا إزاي بقى؟ أستاذ فاضل اتشرفنا. بالظبط يا فندم. مش هتضايق ضيوفك بقى ولا إيه كده يعني؟ هتقعدنا كده؟ صحيح، يا درويش. درويش مين؟ أنا اللي هعمل لكم الشاي، هي كله شاي ولا حد عايز يشرب قهوة؟ يا ريت، ده أنا نفسي فعلا أشرب كوباية شاي، إحنا من الصبح قاعدين وما شربناش حاجة لحد دلوقتي. منشف فريقك، أنا عارفة ثواني وهيكون الشاي على، استني هاجي معاكي. تعالى. يا دكتورة لبنى دي متجوزة؟ كويس أوي إن وفيق بيدور على محاسبين، أي مروة تبقى تساعدك، رزقها في رجليها. هي بس اللي رزقها في رجليها؟ يعني أنت تقصدي إيه؟ أقصد إيه؟ تشرفنا قبل كده. يا رب تكون هي فكاني، كل حاجة متظبطة يا أختي. كل حاجة متظبطة؟ إيه اللي متظبطة؟ يا بنتي راجل مناسب ومحترم، اخلصي بقى ما تبقيش معقدة. فينا